أول أتذكر يعني أبهاتنا يتكلمون يقولون اللي يشتغل شغلة البشوت كأنه حين يشتغل في أرامكو حاليا، يعني لو خطب أي حرمة كلنا توافق عليه مباشرة. كان عمري 8 سنوات، الوالد أجرني على أحد المشاغل المعازيب نسميهم أول، اشتغلت شغلة الترشيب. الترشيب هي البداية البشت، يعني البشت أول شيء نرسمة المقاس اللي نبغاه، مقاس الزبون اللي يبغاه، اللون الزبون اللي يبغاه، تالي نبتدي مراحل التشغيل. أقول لك أول في الحسة كان الشخص إذا بيجي يدخل السوق ما عنده بشت يستحي إنه يخش السوق بدون بشت، حتى لو ما لبسه يحطه تحت أبطه ويدخل السوق. قصة القطان تشتهر بشغلة خياطة البشوت، يعني ممكن أكثر من 200 سنة تقريبا. الحمد لله امتهلنا هذه شغلة المشالح أبا عن جد، وكنت أنا شخصيا أتابع البشوت من أنا صغير مع الوالد. دخلت سمستر واحد في كلية الزراعة، بعدين وقفت لأني ما أشوف نفسي فيها في الكلية هذه، فطلعت من الكلية ورحت اشتغلت مع الوالد بشكل رسمي. حكامنا كل أبوهم اشتغلنا لهم، من الملك عبد العزيز إلى الملك سعود إلى الملك خالد إلى الملك فيصل، الشيوخ البحرين، الشيوخ قطر، الشيوخ الكويت، الشيوخ الإمارات، كلها احنا ننفذ شغلة البشوت في الحسا. درست الابتدائي وتعلمت شغلة البشوت، تخرجت واشتغلت في الشركة السعودية للكهرباء، يعني تدرجت استغرقت وظيفتي 32 سنة. شغلة البشوت هي شغلة، يعني هي شغلة يدوية، يبي لها مهارة ويبي لها تقنية عالية، وجبنا الأشخاص المهرة اللي يشتغلون شغلة البشوت، كوننا اسم براند معين في شغلة البشوت اليدوي، يعني نسميها احنا البردة، تالي سماها العباية، تالي سماها المشلح، تالي سماها البشت. طبعا يمر الشغلة اليدوي يمر إلى عدة مراحل، أول شيء الترسيم، وتالي تركيب البطانة، وتالي شغل الترشيب. بعد الترشيب نجي نخيط الصموط، بعد الصموط تجي الهيلة، بعد الهيلة تجي الصموط، بعد الصموط يجي الطوق، بعد الطوق يجي البروج، بعد البروج يجي اللي هو المكسر. ليش سميناها بروج؟ لأنها تجي مثل أبراج العمارات المصفوفة مع بعض. بعد هذه تجي مراحل ثانية، تجي تركيب القطان، وتالي اللي هو التلميح، البردخة، بردخة نبردخ على الخشب القوي، كله تالي يصير بالطرق باليد. البشت يستغرق من 15 يوم إلى 20 يوم. البشت الكمبيوتر الآلي دخلنا فيه حكم التطور اللي صار للبشت، يعني أسرع، أقل سعر، أقل تكلفة، أقل جهد. سوينا بشت يصنع بالأحساء والسعودية تحت إشرافنا إحنا، بعد مواصفات ومقاييس يعني تشبه البشت اليدوي، بس طبعا مش يعني يجي يم اليدوي شيء، بس يعني مقارب له، يعني لأن تضاريس وشكل البشت اليدوي غير. اليدوي يعطيك البروز في الخياطة، تشعر ان انت لابس شيء قيم. هل المفروض ان احنا ما نسميها خياطة، احنا المفروض نسميها صياغة، لان احنا قاعد نصيغ ذهب مع فضة في الـ في الـ في الـ في الـ في حياكة البشوت. طبعا هذا الزري هذا ألماني، يتكون من الذهب والفضة، والمصنعين الوحيدين موجودين في العالم مصنع اللي في ألمانيا والمصنع اللي في فرنسا. حاليا يجيبونه من الهند، كان قيمته أول قديما من حوالي 40 سنة كان ب 2800 ريال، الحين يوصل الزري إلى 20,000 ريال. يعني كل ما ارتفع الزري كل ما ارتفع قيمة الكوست حق البشت. هذا ربع كيلو في 15 كلافة، هذا الكلافة. البشت ياكل من 14 كلافة إلى 15 كلافة، يعني مكاسب
البشت يمكن من 5 إلى 10 إلى 15% للتاجر أو المصنع لشغلة البشوت. يتراوح الأسعار طبعاً إذا كان الزري ألماني حسب الزري في 5.5 في 7 في 10 اللي هو الجرام، نسبة الذهب بالنسبة بالجرام عشرون، يتراوح من 4000 إلى 5000 ريال. في بعد تفاوت في الأسعار بالنسبة للبشوت، اللي يجيك في زري هندي يتراوح من 1200 إلى 1500 ريال، وفيه للزري الأوروبي يتراوح من 2200 إلى 2500 ريال. في بشوت يتراوح من 80,000 إلى 100,000. يعني بعض الأمراء يبي الخامات اللي هو الكشميري يسمونه شلتوت، اللي هو يمرق من جبت الخام يمرق من الخاتم. الخوف من الاندثار من شغلة البشوت اليدوي، يعني صراحة لأن البشت اليدوي شغلة متعبة، شغلة تأثر على العين والظهر. احنا اشتغلناها وابانا اشتغلناها لأن كانت مربحة، حاليا غير مربحة الشغلة هذه، وانا خايف انها تندثر بسبب ان دخول العمال السائبة. حاليا جاء البشت الآلي يعني الكمبيوتر، راح يأثر بعد على الـ على الـ على الـ البشوت اليدوية. يعني يقول لك ما دام الزبون أنا أخذ البشت ب4000 ريال، الحين أخذ 6 بشوت ب4000 ريال، والبشت الحين الآلي ذات جودة عالية وأناقة وكشخة مثل البشت اليدوي يعني. بس لازم نواكب بالسوق في السعودية والخليج، الحين يحتاجون البشت الكمبيوتر بشكل أكبر بحكم سعره واستهلاكه أكثر.